استمرار التضامن الرياضي مع متضرري زلزال الحوز في المغرب. الجامعة الملكية لرياضة الدراجات قررت خلال اجتماع طارئ اليوم تأجيل الدورة 33 من طواف المغرب الذي كان مقررا يوم الخميس. التفاصيل مع يوسف شاطر. بعد مرور أيام على مأساة زلزال الحوز، درجة التضامن والتآزر لم تنقص وتيرتها على الجانب الرياضي. استنفرت الأحداث جميع منتسبي القطاع، الاتحاد والأندية والرياضيون هبوا من أجل تقديم الدعم على اختلاف طبيعته. بعد جامعة كرة القدم التي خصصت مداخيل مباراة المغرب وبوركينا فاسو للمتضررين، وبعد بادرة جامعة التنس والكاراتي، قررت جامعة الدراجات تأجيل طواف المغرب في نسخته 33، كما قررت المساهمة ماليا من أجل إظهار الدعم لمتضرري هذا الحدث الجلل. رئيس الجامعة محمد بلماحي يتحدث لميديا. الجامعة الملكية رغم التزاماتها، رغم تعهداتنا، رغم أننا في المغرب هو مسجل في الاتحاد الدولي وغادي يجيبنا وجهين مجموعة الفرق اللي عندهم التزامات كذلك باش يشاركوا فيه باش ياخذوا النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية وبطولة العالم. رغم هذه الالتزامات القارية والدولية فكان لازم باش ناخذوا قرار في المكتب المديري بعد المناقشة المستفيضة والمحيطة على أننا نأجلوا هذه النسخة ديال طواف المغرب. وفرق اللي جات وكل شيء جات من غوادلوب، من أمريكا، من آسيا، من أوروبا، من إفريقيا، كلهم تساهموا الوضعية. بوادر محمودة تستمر مع استمرار الهبة التضامنية التي شملت القطاع الرياضي والذي أظهر مرة أخرى أهميته في ترسيخ قيم التضامن والتآزر في المجتمع المغربي.